اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كيف ما تتشوفوا هنايا غنشارك معكم واحد البودينغ او الفلون او واحد التحليه اللي كتجي رائعه بزاف ومكوناتها صحيه وسهله في التحضير وبواحد المكون اللي فريمون غريب يعني ما يطيحش لكم البال بانه كنقدروا نخلقوا من هذه الفاكهه هذه واحد البودينغ. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير وطريقه التقديم كذلك. هاد الفلون هذا والاول هاد التحليه هذه اللي كتجي رائعه بزاف وصحيه ويعني بحوايج يعني بمقادير ومكونات يعني في المتناول موجوده في اي بيت. وكما تنعرفوا هاد الفاكهه ديال الكاكي هذا هو وقتها دابا يعني كتكون موجوده بزاف وكتما ديال حتى هو تيكون مناسب. دابا انا عندي هنايا في المقادير عندي ثلاثه الحبات ديال الكاكي. من الافضل يكونوا طيبين شويه كيجي احسن. عندي جوج معالق ديال السكر الخشن او سميده وهنا عندي نصف لتر ديال الحليب وهنا عندي انايا غير زياده من عندي هذه يعني كنديرها اضافه حبوب الشيا كما كتعرفوا كنحاول ندخلها بزاف في الوصفات اللي تنقدم لكم في القناه ديالي واللي بغى يعرف الفوائد ديالها يرجع الفيديو ديال صحتي تاج راسي وحاطه فيديو خاص على بذور ديال الشيا تشيا. المهم غندوزو نقطعوا هاد الكاكي هذا وباش نشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالو. غير واحد المعلومه هنايا بان الكاكي حتى انا في الاول كنت ديما تنحيد ليه القشور ديالو ومن بعد عرفت بان الكاكي يعني ملي كنشوف لقيت مجموعه ديال الناس اللي تياكلوا بالقشور ديالو يعني ما تيحيدوهمش ليه يعني هي فاكهه اللي تتكل بالقشره ديالها. ولكن رغم ذلك يعني كنبقيت كناخذو انا بالقشور ديالو ما تنحيد يعني ما تناكلوهمش بيه. هنا غنقطعوا هاد هاك الكاكي ديالنا كما تتشوفوا. دابا غنكملوا هاد القطعه الثالثه اللي عندنا هنايا هي بالنسبه لهاد الفلون هذا من الافضل الا كان الكاكي طيب مزيان تتكون زعما يعني مزيانه. واش بالسير علاش هاد الفاكهه هادي كتقدر ترجعها يعني كتقدر يعني تجمد ليك يعني ترجع لشكل الفلون لان فيها واحد كما تشوفوا هنا من اللي تقطع كتحسوا بواحد الماده لزجه بحال الشكل ديال لو جيل. هذاك لو جيل ديال هو اللي كيخليها كتقدر كتجمد وكتولي شكلها شكل بودين. دابا غناخذوا الطحانه ديالنا ومن بعد نطحنوا كل شيء ونشوفوا الطريقه ديال كيفاش غنقد. كما تشوفوا هنا دابا الكيكه بعد ما قطعناه غنضيفوا نحطوه هنا في الطحانه في المكسر ديالنا. غنزيدوا الحليب هاد نصف لتر ديال الحليب وغنزيدوا هاد جوج معالق ديال السكر اولا معلقه اولا شوفوا نتوما القيز ديال الحلاوه اللي باغين. انا غندير جوج معالق وهاد البودو ديال الشيا غنخليهم حتى يتطحن الخليط كامل ومن بعد غنضيفهم. دابا طحنا هاد الكاكي ديالنا مع الحليب كيف ما شفتوا البنات ودرت ليه هنا مشى ليا المقطع ديال التصويره ديال ملي خلطته مع بودو الشيا. ومن بعد ملي نخلطهم كاملين انا حطيت هاد الكاسات هادو هما اللي عمرتهم بهاد العصير هذا او هاد الخليط. تقدروا نتوما ديروا دوك القوالب ديال السيليكون الا كانت عندكم ديروا اي شكل عندكم نتوما في الدار. المهم انا هذا هو الشكل اللي يعني دابا متوفر. هاد الكاسات هادو حطيتهم كما تتشوفوا وديكوراتهم بالحبات ديال القرقع. تقدروا نتوما ديروا اللي يعجبكم في لا ديكوراسيون. انا زدت واحد الاضافه هنا بقى لي واحد الكاس قلت نديكوريه بالحبوب الرمان كيف ما غتشوفوا هنا معايا في الفيديو. حتى حبوب الرمان يعني كضيف له الطفل لهذا البودينغ او هذا الفلو ديال الكاكي كضيف ليه واحد القيمه غذائيه زعما يعني عاليه وفي نفس الوقت كتزيدو واحد الشكل جمالي زوين يعني كديكوريه مزيان يعني تولي الشكل ديالو زوين كما غتشوفوا معايا هنا في الفيديو. المهم نبقاو باش نشوفوا. دابا غندخلهم للثلاجه بعدا هما الاول تقريبا شي ساعه. هو ديجا هنا الخليط تقال شويه ساعه ساعه ونص ومن بعد نطلقوا باش نشوفوا التقديم ديال هذا هو الشكل البنات ديال الفلون ديالنا ديال فاكهه الكاكي كيف ما تتشوفوا. دابا تقريبا دازت عليه واحد ساعه وشي حاجه. انا غنحاول نوريكم يعني باش تعرفوا انه فعلا تيرجع بحال الشكل ديال الفلون. ها انتم كيما تتشوفوا غنحاول هنا نصبوه في هذا الطبق هذا غير باش تشوفوا بانه ولا الشكل ديالو انه شكل ديال الفلون كيما تتشوفوا. انا نورمالمون خصو يبقى في هذا هذا هو الشكل ديالو يعني كيجي بحال الفلون تماما.
تيجي رائع رائع البنات، صدقوني المذاق ديالو هائل في الحقيقه. هذا المذاق زعما فريمون رائع. كما تشوفوا هذا هو الشكل، انا حيت يمكن حطيته وقيله بسرعه تماما يعني بحال الفلو باش تبان لكم. هذا رائع رائع البنات، ممتاز زعما. حاولوا تجربوه في اقرب فرصه. زعما كيجي واحد المذاق هائل زعما، من الافضل مازال نخليوه اكثر واحد واحد تقريبا شي ساعتين هكاك مازال في الثلاجه باش يتشد لينا مزيان. هو هذا الشكل النهائي البنات كما تتشوفوا، ديال الفلون ديالنا ديال فاكهه الكاكي. كنتمنى انكم تجربوه وتخليوا لي الاراء ديالكم يعني في التعاليق، واللي جربته تقول لنا كيف جاها. ونخليكم الى فيديو قادم ان شاء الله، ودمتم بالف الف خير.